دلوقتي عايزينك ترن على خطيبك وتقولي ان انت روحت كشفتي واكتشفت ان انت عندك عقم. عايزين نشوف ردة فعله قدام الكاميرا. للاسف مش عارفه اوصله. مش عارفه توصله ازاي؟ مش فاهم. عمل لي بلوك من على اي حاجه. طب ليه طيب يعمل بلوك؟ حصل سوء تفاهم. هو في مشكله الاول انك تحكي ولا لا؟ لا عادي. تمام. بس حصل سوء تفاهم. هو انا حكيت بس هو مش سامع غير اللي هو عايز يفهمه بس مش اكتر. ما اهتمش انه يسمع لي؟ لا هو بس ماشي زي ان هو عادي بيسمع عادي مش فارق. ايه رايك ان احنا ناخد رقمه منك ونرن عليه ونعمل فيه اختبار كده هنشوف هل فعلا بقى عليكي ولا لا؟ ايوه هو بقى. انت بتقولي عمل بلوك من على كل حاجه؟ ما هو عمل بلوك عشان من حقه ان اي راجل تاني هيزعل برضو من الكلام اللي هو شايفه. طيب يعني انت شايفه ان هو احنا لو رنينا عليه الوقت قدام الكاميرا هيكون فعلا بقى عليك؟ ايوه. طيب يا جماعه احنا هنعمل فيه مقلب كده بسيط، لكن قبل ما نعمل المقلب ونرن عليه عايز اقول لكم ان انا جايب لكم فجأة كبيره جدا جدا جدا. انا جايب لك تطبيق هيكسبك فلوس وانت قاعد في البيت، بمجرد ما تدخل على التطبيق وتشوف اي اعلان خلاص يا معلم بيدخل لك فلوس. التطبيق هسيبه لك في اول كومنت وفي البايو. حمل التطبيق وما تنساش تدعي لي. ممكن بس تدينا الرقم 010 1 010 1 9؟ طيب يا جماعه احنا خدنا الرقم دلوقتي وهنرن عليه ويا رب يكون خير. احنا نقول له ايه بقى؟ نقول له ان انا قابلتك تمام وانت اديتيني ورقه وقلت لي رن على الرقم ده ودي وصيه للشخص ده. فانا قلت لك هو في ايه؟ قلت لي بس يعني دي وصيه ان انت لازم تنفذها. فانا دلوقتي ارن عليه واقول له كده ونشوف هل فعلا يعني شايفك متوتره. ايوه. ربنا يستر. هو اسمه ايه؟ رفعت. الو الو السلام عليكم. رفعت معايا؟ ايوه. طيب يا باشا انا في بنت قابلتني من شويه تمام؟ تمام. وادتني ورقه وقالت لي هو انا ما فهمتش منها حاجه، يعني هي ادتني الورقه وقالت لي الشخص ده انا ما فهمتش كلامها بالظبط، لكنها بتقول لي انها وصيه، يعني قالت لي رن على الشخص ده وقالت لي ان انت قول له ناديه بتقول لك ان انت كنت اغنى شخص عندها. طب الورقه مع حضرتك؟ الورقه موجوده معايا. مقفوله يعني في ظرف ولا هي ورقه ومكتوب عليها هي ورقه موجوده في جواب ويعني ومكتوب عليها من بره يعني الرقم بتاعك وكده، فقالت لي رن عليه وقول له كده. فانا مش فاهم يعني، فقلت لها هو في حاجه ولا؟ قالت لي لا بس هي دي وصيه و واجب انك تنفذها. طب حضرتك فين طيب؟ هي انا كنت في طنطا. كنت طالع من عند دكتور. تمام. عارف شارع البحر؟ عارف شارع البحر. كنت انا في شارع البحر وهي قابلتني هناك. ف اسم حضرتك ايه طيب؟ ها؟ مش سامع. انا اسمي محمود صلاح. أنا الوقت واقف في شارع البحر. طب أصلا البلد تاني. طب هو في ده إيه طيب؟ أنا مش فاهم حاجة. يعني أنا شايفها أصلا كانت إنها في حاجة، حاسس إنها كانت هتعمل في نفسها حاجة وكده، مش فاهم يعني. ما فيش أي حاجة، مش عارف. يعني طب أنت تعرفها طيب؟ أنا عارفها. أنا مش يعني تعرفها ولا يعني أصل بصراحة كان شكلها كده يعني صعبت عليا قوي يعني. طب هي راحت فين طيب؟ معرفش، أنا حاسس إنها مشت مرة واحدة وحاسس إنها يعني كانت ممكن تعمل في نفسها حاجة ساعتها. خلاص أنا هقول لحضرتك يعني لو جات لك دلوقتي ممكن ما أعرفش ليه بقى؟ مش عارف أصلا عندنا شغلانة خلاف في الراحة. بتقول ايه؟ بص انا هلبس يعني نص ساعة بالظبط اطلع من عندي اكون عند حضرتك. انت هتمشي يعني ولا انت موجود في المكان ده؟ والله انا ممكن انا اتأخرت الصراحة، بس انا قلت اللي هو يعني فاهم، بس انا كنت اصلا في مشوار في طنطا وانا اصلا من المنصورة. حضرتك من ايه؟ انا من المنصورة اصلا. المنصورة؟ فمش عارف هل مثلا انت هتيجي قبل ما امشي ولا لا؟ لو قلت لك مثلا دلوقتي انت بتقول اتاخرت. ايوه انا عشان اتاخرت.
طب هي دي، طب هي دي قريبتك ولا اختك ولا مين؟ طيب هي كانت خطيبتي. كانت خطيبتك كانت يعني بس فعلا شكلها باين عليها يعني ان حالتها يعني مش بخير، مش عارف في ايه. طيب يعني انت ممكن، انت ممكن ترن عليها او تشوفها لو انت لسه بتكلمها حاليا او كده، او في بينكو كلام؟ كيف على الشباب تعمل؟ لا لا ولا يهمك، انا اسف جدا لحضرتك. خلاص ماشي تمام. ماشي يا حبيبي، سلام. ردة فعله انت شايفها ايه؟ شايفة اي حاجة من رد فعل زي كانش الرد اللي متوقعه. بجد بجد تحب اوجه له رسالة؟ انا عادي. شوف انا هقول لك كلمة والله من يعني من اخ ليك. والله 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 ربنا يعلم، ربنا يعلم ان الانسانة دي والله والله يعني تحبك جدا، وفعلا باقي عليك ومستعدة انها تعمل عشانك اي حاجة. ف يعني عشان خاطري، عشان خاطر اي حاجة حلوة في حياتك، حاول تفكر شوية وحاول يعني تفهم الموضوع شوية، ويعني والله هتلاقي فعلا فعلا انها انسانة مش هتلاقي زيها. شكرا. هو ما تزعليش، هو ردة فعله برضو يعني طبيعية. ممكن يكون مثلا ان انت مثلا، انا بس شايف الدموع في عينك ليه؟ يعني هو عادي. شوف اقول لك، يعني هو بص، هو الموضوع كله ان هو مثلا ممكن يكون شايف ان كنت خطيبته ف حصل مشاكل، فاللي هو عادي طبيعي ان هو ممكن كان يتكلم كده. لكن هو فعلا لو هو فعلا ممكن يرن عليكي ويكلمك ويشوفك انت فين. ممكن يحصل. بيرن اصلا هو؟ والله؟ والله.